اطراف الصراع، انت تقولنا اجتمعتوا مع يعني خلينا نقول مع الطرف، انت قاعد تتكلم تكلمت ما تبي تقول اسمه، طرف اخر رئيس المجلس، كان البعض يقول انه هو طرف في هذا الصراع. انا ارى ان في امل رئيس المجلس كونه طرف في هذا الصراع. مثل ما الحين شكرت لك الطرفين على تعاونهما، انا يعني اكبر واثمن دور كبير سواه اخونا رئيس المجلس. شلون؟ رفع ايده فعلا لا نشعر فيه ولا نشعر بوجوده. ما تدا يعني شايل مرزوق الغانم شايل ايده عن القضيه. هذا شعوري وهذا احساسي، شايل ايده. تلاقى امر انا اذا عندي بعض الاستفسارات او بعض الاضافات في الجلسات القادمه. ها شلون لجانكم؟ شلون اوضاعكم؟ لكن تفاصيل شو اللي سويتوه وش اللي هذا؟ رجل رافع ايده وقالها بالجلسه، قال انا رافع ايدي، شوف الوضع اللي انتم تحلوه. واجتماعنا كان موجود بحضور الاخوان المبادرين وحضور يوسف البيدان، كان كلامه واضح، يقول انا تعرفون رايي مسبقا. انا اقول كل الكلام هذا يعني ينحل بايد شخص واحد. من هو؟ هذا يعني المجالس امانه، انا بس اقول لك المعنى فهو الحديث. ولكن روح هاو انتم مجلس ومبادرين وحكومه، انا لن اتدخل في اي موضوع.